فاق بهدفين من دون رد. الاتحاد هل هي نهاية العالم بالنسبة لهذا الفريق؟ الكل وكأنه بدأ بضغط نوعا ما، لأنه منذ بداية الموسم كان مطالب بثنائية اللقب والبطولة أيضا. لا، ما هيش نهاية العالم يوسف. الفريق استثمر في لاعبين وكذلك في مدرب في بداية السنة، أين كان أرفيان يونان، يعني كان مشروع يعني ندار على هذا المدرب، لكن بعد ذهاب المدرب هذا نظن أنه كل أمال وكذلك كل العمل اللي قام به أرفيان رونار اللي سقط. وكذلك لو يوسف نعود إلى يعني في وسط السنة، عودة المدرب مزيان إيغير إلى العارضة الفنية غيرت نوعا ما منهجية وكذلك طريقة اللعب للفريق، لكن في نهاية الأمر نظن أنه اللقاء بجاية هو اللي أثر على المردود الجامعي بالنسبة للفريق. لكن يوسف في بداية السنة لاتحاد العاصمة لما بدأت يعني كلام كثير قيل على